قصة عبد الكريم. طلب أحد المتابعين أن نسرد قصته اللي حصلت معاه في الجمهورية اليمنية، وما ذكر القرية اللي صارت فيها الأحداث، وحاليا يعيش في مأرب. ويلا نبدأ قصتنا، واذكر الله وصلوا على النبي محمد. في البداية لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس. اسمي عبد الكريم من اليمن. بدت قصتي لما كان عمري 16 سنة. كنت ساكن في قرية نائية، وكلنا نعرف جو القرى كيف يكون، دائما في الغالب هادئ جدا. وكان تحت بيتنا حصن كبير ومخيف، وأتوقع الحصن اللي يقصده مثل القلعة القديمة أو القصر. عموما يقول عبد الكريم، كانت أمي تقول لا تقرب من هذا الحصن، وأبويا كان يقول لي نفس الشيء. كان عمري ذاك الوقت ما بين 10 إلى 11 سنة، وكان الموضوع ما زال في راسي والفضول أتمكن مني. المهم بعد تقريبا 5 سنوات وصل عمري 16 سنة، عزمت أكثر أكتشف وأدخل هذا الحصن، وبديت أخطط كيف أدخل. في يوم من الأيام أمي وأبويا كانوا بيروحوا عند خوالي. قالت أمي ما ودك تروح معانا، فقلت لها لا، وتحججت إني بركز في المذاكرة، واقتنعوا وسافروا أهلي عند أخوالي. وأخوالي هذولا ساكنين في قرية بعيدة عننا، ومن هنا فعليا بديت أخطط كيف أدخل الحصن. كانت معايا فرصة واحدة بس، وهي إني أدخل في الليل علشان ما حد يشوفني. وجاء الوقت المناسب وجاء الليل، وأنا في طريقي أبغى أدخل الحصن. أول ما جيت أفتح الباب لقيت الباب يفتح من نفسه. كان صوت الباب جدا مزعج، وكانت هذه البداية. بس لكن ضغطت على نفسي وكملت. أول ما دخلت الحصن كان فعليا المكان كله ظلام. طلعت الكشاف وبديت أستكشف الحصن، وفعليا كان عبارة عن دورين. وبديت أستكشف الطابق الأول. دخلت أول غرفة قابلتني، حصلت خفافيش كثيرة، وأخذت شوية وقت وعلى طول خرجت من الدور الأول، لأنه فعليا ما حصلت شيء ملفت للانتباه ولا للنظر. طلعت الدور الثاني، أول ما دخلت أول غرفة إلا أحصل قدامي قطو أسود سواد شديد وعيونه حمرة كأنها جمر. بديت أحاول فيه يبعد عن طريقي، بس ما كان خايف، حاولت أضربه لكنه في النهاية ابتعد عن المكان اللي أنا فيه. وخرجت من الحصن، لكن ما هو مثل ما دخلت الحصن. صرت أشعر وحاسس بإحساس غريب فعليا، جسمي صار ثقيل وجاتني سخونة. المهم أول ما وصلت البيت نمت، وأثناء نومي حلمت حلم غريب، إنه كنت جالس فوق سريري، والغريب القطو اللي حصلته في الحصن كان واقف قدامي بشكل مباشر ويطالع فيا ويناظرني بنظرات كلها حقد وكرة. على طول صحيت في الليل وكان جسمي فعليا كله عرق. بعد كذا جو أهلي وبدأوا يلاحظون علي التغيير الغريب. كنت أنام كثير وأفضل في غرفتي فترات طويلة ولا أطلع. صرت فعليا إنسان انطوائي ولا أتكلم كثير. جات أمي عندي وقالت أنت مريض. قلت لها ما فيني شيء، بس خلوني لحالي. أهلي انتبهوا علي بعد فترة إني صرت نحيف ويا دوب أمشي. على طول أهلي أخذوني للمستشفى وعملوا اللازم من أشعة وتحاليل، وقالوا للوالد ولدك ما فيه إلا العافية. رجعنا البيت وأبويا ما هو مقتنع وعارف إنه في شيء، إلين قرر يأخذني عند شيخ. وأول ما ذكر كلمة شيخ على طول بديت أتوتر، وجاني ارتفاع في درجة الحرارة بشكل ملحوظ. على طول أخذوني على المستشفى، كمان قالوا ما فيه إلا العافية. هنا أبويا قرر يواصل ويكمل طريقه من المستشفى إلى عند شيخ معروف. أول ما وصلنا بديت أصيح على طول وأغمى علي ولا أدري عن شيء وقتها. ومر شوية من الوقت صحيت وأنا في غرفة كبيرة، وكان قدامي رجال شايب وقال لي الحمد لله على السلامة. قلت له أنا وين؟
قال انت كان متلبسك جني يهودي لانك دخلت بيته، لكن بعد توفيق الله ووقت طويل في الرقية ومعاناة قدرنا نخرجه بكلام الله. يقول عبد الكريم: كنت مستغرب لأنه كنت أشعر وأحس بكمية طاقة كبيرة. الحمد لله أنا بخير، وحاليا نقلت من القرية اللي أنا كنت ساكن فيها وسكنت في مدينة مأرب، وأنا الآن عمري 17 سنة وبالصف الثاني ثانوي. وأنا أقول لك يا عبد الكريم حمد الله على سلامتك، والله يشافي كل مريض، ولا بد من التحصين في كل وقت وحين صباحا ومساء. أتمنى أنك استفدت من هذه التجربة وكانت درس قاسي لك. من قناة سرد وارتعاد، كونوا بخير، حفظنا الله وإياكم من كل شر ومن كل مكروه، في أمان الله.